وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، انقل لنا الصورة خاصة على ضوء زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فاندرلاين، وفي ضوء المساعدات التي ما زالت تصل لمطار العريش لإيصالها للأشقاء في قطاع غزة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ قليل وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين إلى مطار العريش الدولي، وقررت من هذا المكان أن تنطلق بمؤتمر صحفي تشكر فيه الدولة المصرية والمجهودات المصرية المختلفة لمساعدة الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق استقبال الجرحى في المستشفيات المختلفة أو حتى يعني نقل المساعدات عن طريق مطار العريش الدولي عبر بوابة معبر رفح المصرية. وأيضا وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المتواصل والمجهودات المتواصلة من الدولة المصرية للضغط على جميع الأطراف من أجل سماح بدخول المساعدات وأيضا السماح بخروج المصابين من قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. تحدثت أيضا فاندرلاين عن أهمية دخول هذه المساعدات، ومن أهمها بالطبع المساعدات المعيشية حسبما ذكرت، وبالفعل جاءت ومعها جزء كبير من المساعدات عن طريق طائرة من المفوضية الأوروبية محملة بعدد كبير من المساعدات. هذه المساعدات كانت عبارة عن خيام ربما ستستخدم للنازحين من الأشقاء في فلسطين بعيدا عن الأماكن الضرب العشوائية التي اختارتها قوات الاحتلال، وأيضا بعض الأشياء الأخرى المستلزمات التي ستستخدم في المعيشة من أشياء لحمل المياه وأيضا أشياء بلاستيكية مختلفة وعدد قليل من المستلزمات الطبية ليتم إدخالها في البداية إلى المخازن في الهلال الأحمر المصري هنا في مدينة العريش، ثم بعد ذلك يتم تحميلها إلى بوابة معبر رفح المصرية. وصولا لمعبر رفح المصري بالفعل خرج اليوم أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية، لذلك وصل عدد مزدوجي الجنسية الذين خرجوا عبر بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من 5000 من مزدوجي الجنسية في قطاع غزة، ومنهم مصريين بالطبع. بالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف ما زالت متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري في انتظار سيارات الإسعاف الفلسطينية ليتقابلوا في منطقة في منتصف المكان عبر بوابة معبر رفح لنقل أشقاء في فلسطين. ولكن نظرا لصعوبة الأوضاع واستهداف قوات الاحتلال للمستشفيات وأيضا الشوارع الرئيسية وسيارات الإسعاف، من الصعوبة وصول سيارات الإسعاف الفلسطينية ليتسلمها يتسلم الأشقاء في فلسطين سيارات الإسعاف المصرية. ولكن يعني ربما دخلت اليوم حسبما رصدنا بعض السيارات المصرية بالفعل لاستقبال المصابين، وخرج بعض منهم ولكن لا نستطيع أن نرصد العدد تقريبا حتى الآن، ولكن بشكل عام تخطى عدد المصابين الذين دخلوا إلى جمهورية مصر العربية الآن أكثر من 200 مصاب غير المرافقين الذين عبروا معهم إلى المستشفيات المختلفة. أيضا مطار العريش الدولي استقبل طائرة من السعودية. نعم. أود كريم أن أسألك فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته أرسولا فاندرلاين، هل تطرق المؤتمر حتى على صعيد أسئلة الصحفيين للمعوقات التي تضعها إسرائيل لإيصال كل هذه المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة؟ لم توافق المفوضية الأوروبية على أي أسئلة من الصحفيين، قالت أن هناك بيان محدد تم يعني الحديث عنه والحديث به في خلال هذا المؤتمر الصحفي، ولم تتحدث على العراقيل المختلفة التي يعني تقوم بها قوات الاحتلال، لكنها ربما أخذت البيان إلى النقطة الخاصة من وجهة نظرهم، وهي المجهودات المختلفة تقوم بها عدد كبير من البلاد منها مصر وتسهيل المساعدات، وأيضا بالإضافة لذلك استقبال الوفود المنظمات الأممية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، حتى أن فاندرلاين ستذهب بنفسها إلى معبر رفح المصري لتفقد دخول المساعدات. أيضا بالإضافة لذلك تحدثت عن بعد انتهاء زيارتها هنا في مصر ستذهب إلى الأردن لمقابلة ملك الأردن، حيث أن القضية ربما الأهم من الناحية الفلسطينية هي من الضغط الأكبر كان دائما من الناحية المصرية والأردنية نظرا لدعوات التهجير القصر التي دعت لها قوات الاحتلال وتم رفضها من الجانب المصري في البداية، وأيضا بعد ذلك تواترت باقي رفض من العالم منها المفوضية الأوروبية وغيرها الذين رفضوا أيضا التهجير القصر للفلسطين إما للأراضي المصرية أو حتى للأراضي الأردنية. أشكرك جزيلا كريم بيبرز، كنت معنا على الهواء مباشرة من العريش.